السلام عليكم متابعي متابعات الشيخ مقا، حياكم الله. اذا كنت اول مره تدخل القناه فعل زر الجرس كي يصلك كل جديد، واضغط على لايك على البصمه وبارطاجيو اخوتي حياكم الله. نشكركم على متابعتنا واعدكم مع طبق اخر. هيا بركه الله، طبق اليوم فوجو ان صلصه دي بينيا، اي الدجاج بصلصه الاناناس ان شاء الله بحول الله. والمقادير كالاتي: عندنا هنا كيلو ديال الخضره ديال الدجاج لانهم راويين، عندنا هنا كيلو ديال الاناناس طري اللي عنده معلب حتى هو يصلح، عندنا هنا قليل من الابزار، عندنا صلصه الصويا، عندنا الملح، سكينجبير معلقه صغيره، ثلاثه ديال السنان ديال الثومه، عندنا هنا ثلاثه معالق كبار ديال العسل، عندنا ثلاثه ديال البصيلات حمرين، عندنا هنا النيورا اللي درتكم اليابسه، ولاصوص اللي عنده لاصوص ديال لاصوص ديالها، واللي ما عندوش يفزق النيورا اليابسه في المطايب ويطحنها ويضيفها. حياكم الله، نبداو ان شاء الله بحول الله عدد المقادير. لقينا البينيه ديالنا اي الاناناس نظفناه، غندوزو ان شاء الله نقطعوه على الشكل هذا اللي غنعسلو. هكذا 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 الشكل هذا، باش غندوزو ان شاء الله غنضيفو يتعسل مع الأسئلة ديالنا. حياكم الله، غندوزو الاناناس ديالنا باش غنديرو يتعسل. بالنسبة للعسل، اللي ما عندوش عسل يمكن له يدير السكر، اللي عنده الكراميل ديال الكراميل، يعني مهم هي نعسلو الاناناس ديالنا. بسم الله، نشعلو النار ديالنا. الاناناس ديالنا نضيفو له العسل. كنضيفو هاد الصورة، والعسل الدور ديالو أو إضافة السكر أو الجلوكوز أو الكراميل غادي واحد العملية سميتها أوسموسيس إنفيرسا. هاد الأوسموسيس إنفيرسا هو التناضح العكسي، يعني غيخرج نفس السوائل لبرا ويدخل الكراميل أو العسل من داخل. حياكم الله، ونخليو حتى يتعسل على خاطرو على نار هادئة. نخليو على نار هادئة، غنضيفو قليل من الملح باش يستابيليزي المذاق. هكذا نمشيو دابا لإعداد الدجاج ديالنا، وندوزو نقطعو الدجاج ديالنا على الشكل هذا. هكذا بسم الله، هكذا ممكن نقطعو الأحجام اللي بغينا. بعد ما قطعنا الدجاج ديالنا غنديروا هاد العملية، شتو التويمات ديالنا بسم الله، غادي نحكوهم بحال هكا هكذا هكذا. اللي بغا يدقهم في مكراز مهراز يمكن يدقهم هكذا. نضيفوا القليل من الملح، وردوا البال بأن الصويرة فيها الملح. نديرو الصويا ديالنا بسم الله، نضيفو قدر واحد ثلاثة ولا أربعة معالق كبار ديال الصويا هكذا. تنشرملو بيدينا تنمساجيوه و تنخليوه يشرب المقادير ديالنا. نخليوه يرتاح بما شنو نوجدو البصله ديالنا. بسم الله، ندوزو نقطعو البصله ديالنا، نقطعو كالاتي مشلضة بسم الله هكذا. بسم الله، كنمشيو نوجدو لاباري ديالنا باش نشحرو الدجاج ان شاء الله.
ديالنا خليوه يسخن وكنضيفوا زيت الزيتون هكذا قليلا لان الدجاج ديالنا عنده جلده غنستغلوا داك الدهن اللي فيه. بسم الله على رسول الله ديالنا غنخليوها تتحر واحد 5 دقائق وبيدنا تعاطولو بزاف خاصة هو مشهور في المكسيك وفي الصين. حنا درنا اليوم ريفيزي الطريقة ديالنا حياكم الله. وهادي هي اللحظة الجميلة اللي كنبغيو ان شاء الله بحول الله نقدو لاباري ديالنا ونبداو نشرعو في عدد الطبق. يعني هادي من اللحظات الجميلة كتكون وجدتي كل شيء صافي كدوز ان شاء الله بحول الله تضيف الخيطة ديالك هكذا بسم الله نضيف على جهاز الجلد وكما ترون في الصورة أخواتي أخواتي ها الأناناس ديالنا أو البينيا يتكراميليزات وإن شاء الله بحول هذا الطبق هذا عجيب وفريد هو مزيج ما بين المالح والحلو وشوية ديال لاسيديتي وشوية ديال الحموضة اللي كتعطينا الأناناس يعني في الفم خفيف حياكم الله. بعد ما تحمرنا الدجاج ديالنا من واحد الجهة غندوزو نقلبو الجهة الأخرى هكذا واحد 5 دقائق لكل جهة هكذا السكريات اللي تلقاتنا البصلة والصوجة دارت الفول ديالها هي اللي غتعطينا داك اللون المميز هكذا كما ترون ونخليوه يتحمر معاكم من تحت. تحياتي لكم اخوتي خواتاتي ندوزو ان شاء الله بحول الله نشوفو الدجاج ديالنا كيبقى ها هو سيدي تحمر غنبقى لنا دابا الا نضيفو واحد الملعقه من اللحم ديال نيويورك نيورا وكما سبق وذكر اللي ما عندوش هذا يمكن له يفزق من نيورا راه موجود الحمد لله في البلاد البلدان العربيه فزق في مطايب ونطحنوها ونضيفوها للاناء ديالنا بسم الله كل واحد النكهه عطى واحد اللون جميل هكذا غادي نحركو بسم الله بصح ديالنا كما كتشوفو ها انتما معنا سيدي تحمرات هكذا تحمرات مزيان دابا إلا نجيبو الأناناس ديالنا ونضيفوه هكذا بسم الله ها هو هكذا ليه غادي يطلع لاصوص ديالنا جميله جدا ان شاء الله بحول الله هكذا ونخليو دابا 25 دقيقه وهذا الطبق ديالنا ان شاء الله بحول الله يكون واجد
وبعد مرور 20 دقيقه سيداتي سادتي غادي ان شاء الله نطلعوا على الطبق ديالنا، نشوف فين وصل. قربنا داك المستوى ديال تشوب تشوب، وان شاء الله بحول الله الطبق هذا غديروه مع الحبايب ديالكم، مع الاطفال ديالكم، مع المناسبات، مع الحالات ديالكم. ان شاء الله بحول الله غادي يعجبكم، وللامانه هو طبق يعني غني على التعريف، وباش نخرجوا من الروتين ديال الاطباق اليوميه. حياكم الله، دعمونا بجيم وبارطاجيو وفعلوا زر الجرس، ونشكركم مجددا على الدعم ديالكم، وان شاء الله بحول الله كنتكلم معكم بكل ثقه وبكل اريحيه، لان هذا الميدان كنحبوه قبل كل شيء، وما بغيناش ان شاء الله بحول الله هذا العلم هذا ما يكون، بغينا نبارطاج مع خوتنا ان شاء الله بحول الله، والجميع يتشارك، يعني نرجو وجه الله قبل كل شيء، يعني باش خرجنا وبارطاجيو معكم هاد الفيديوهات وهاد الاطباق هذه. حبا في بعد مرور 25 دقيقه هاد الطبق ديالنا، ها النتيجه المرضيه اللي تنقول لكم ديما، التشوب تشوب داك تشوب تشوب عندكم ان شاء الله بحول الله. الملح ديالنا شفتو شدي قد مع الغليظه بحال هكا، قد مع ديالنا غليظه هكذا هكذا، نعاود نشوف تاع السائل، ها المرق ديالنا شو كدير يهود السائل لزيج، ها ديال تشوب تشوب سيوصل هاد المستوى باش يدير داك الصاو ديال تشوب تشوب. بسم الله ندق، الله مزيج رائع، يعني الا كيكون عندك المذاق طايح غير كدخلو فمك تيرفعو تيحرك الغدد اللي كاين ديال المذاق اللي ديال اللعاب اللي كاين في قاع الفم، كتشد واحد الافرازات اللي يا سلام. حياكم الله، دابا نخليو نفلو عليه ونخليو يجلس واحد 5 دقائق وندوزو للتقديم. بركة الله ندوزو تقديم الطبق ديالنا، دريساج بسم الله هكذا، ندوزو واحد الخير هكذا، هكذا هكذا، ريحة مخلص العنبي يا سلام. ندوزو نديرو واحد كونتراست خضر يعكس لنا، لأن الأطباق كلها تدخل في العين أولا من الأنف ثانيا وثالثا عاد البلاطر عاد المذاق. دابا غنديرو لاسينياتور ديال الشيف بسم الله هكذا، كونتراست أسود. وخوتي خواتاتي كنتمنى لكم ألف خير، فعلوا زر الجرس وضغطوا على لايك 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 حتى ينتشر المحتوى، فعلوا زر الجرس. نشكركم على المتابعة ديالنا والدعم ديالكم ديالنا، وكنتم مع طبق آخر اللي هو بوجو إن صلصة دي بينيا، أي الدجاج بصلصة الأناناس بالطريقة المكسيكية الصينية ريفيزي على طريقتنا احنا شخصيا. حياكم الله، موعدنا مع طبق آخر، والسلام عليكم.
Mm-hmm.